شركة إنتاج درامي، إحنا عنا بالسنة 4-5 أعمال، لكن محتاجين دائماً نحن برحلة بحث لمواضيع جديدة. أنا صفاء أبو رزق، مدير عام شركة بيلينك برودكشنز. نحن شركة موجودة بالإمارات وبمصر كمان. نحن كنا بقلب العدالة منتج منفذ، تعاوننا فيه مع إيمج نيشن المنتج الرئيسي. قلب العدالة بالنسبة لنا هي تجربة مميزة جداً كشركة. نحن متعودين ننتج أعمال خليجية لكن خارج دولة الإمارات، والإنتاج الأكثر هو في مصر. كشركة إنتاج درامي إحنا عنا بالسنة 4-5 أعمال، لكن قلب العدالة بالذات هو من المشاريع المميزة والمهمة لبروفايل شركتنا، لأنه هو أول مسلسل إماراتي قضائي أنتج بأدوات عصرية. الطرح والموضوع هو موضوع عصري جريء جداً، لأول مرة بيفتح دائرة القضاء بأبو ظبي بوابه لإلنا، بيعطينا قصص بعض الأحيان قريبة من الواقع وبعض الأحيان هي فعلاً واقعية وحصلت في الدولة، وهي خطوة جريئة جداً، ويعني يحيى عليها محاكم أبو ظبي وإيمج نيشن اللي تولت إنها تنتج هيك عمل. الإنتاج في دولة الإمارات هو إنتاج مميز على كل الأصعدة. السوق الإنتاجي بالإمارات هو سوق صغير نسبياً إذا بدنا نقارنه بالأسواق اللي هي فيها الإنتاج من سنوات من قبل ذلك، والمواهب موجودة يعني ناضجة أكثر الأسواق الثانية. فهو ما فينا نقول مش ناضج، بس فينا نقول صغير نسبياً مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى أو بالمقارنة بالميدل إيست ومصر كأهم مكان للإنتاج. لكن لما عنده تواجد الإرادة إنه الواحد يحاول يطلع أحسن ما عنده، ممكن يعني بتهيأ لي إنه هذا اللي حاولنا نحققه بقلب العدالة. هلا ممكن تكون نصيحتي هي نصيحة عامة أكثر من إنه نصيحة تخص بلد، لأنه هي النقطة هاي هي نقطة زي ما بيقولوا عالمية جلوبال، إنه الشباب لازم اللي عنده موهبة كتابة يضل يحاول يطلع بقضايا طرح جديد، يحاول يتطرق لأفكار ومواضيع درامية قريبة من المجتمع المعاصر. نحن هلأ مثلاً في رحلة بحث كل الوقت عن أفكار جديدة. المواضيع خلال السنوات اللي ماضية تطرقنا لجميع المواضيع النمطية، المواضيع الطبيعية، المواضيع التاريخية. محتاجين دائماً نحن برحلة بحث لمواضيع جديدة، لقضايا جديدة بتهم حياتنا الآنية، مشاكل حياتنا الآنية. صفاء كشخص، أنا بحب الدراما أكثر، الدراما العميقة. فإذا بدي أتذكر شو صار السنة اللي فاتت مثلاً، أفلام لامست صفاء الإنسانة، بقدر أقول مثلاً هوم، لايون، والاثنين كان طرحهم كتير إنساني، لا 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 لاند،